يشع أن الشعوب العربية شعوب استهلاكية، وذلك من خلال مراقبة الغرب لنمط حياتنا اليومي طبعا وتصرفاتنا الروتينية. حنا نشتري ونقتني الأشياء رغم عدم أهميتها أو احتياجنا لها أكيد بشكل أساسي، إلا أننا نشتري علشان حنا نبغى نشتري، لأن الشراء الدائم مضر للبيئة وأيضا مضر لمحفظتنا أكيد. بس موضوعنا اليوم مو الضرر اللي سببه كثرة الشراء أو الاقتناء على محفظتنا وأكيد على اقتصادنا، موضوعنا اليوم هو الضرر البيئي وكيف ممكن أستغل أشياء القديمة وأعيد تدويرها وما أكون استهلاكية. مفهوم إعادة التدوير راح نتعرف عليه أكيد مع ضيفتنا اليوم نسيم الطويهر، مدربة معتمدة وحرفية مهتمة بالبيئة. حياك الله نسيم. أهلا وسهلا. يعني من اسمك نسيم أكيد بتهتمين بالبيئة. يعطيك العافية. نسيم، إيش إعادة التدوير لو تعرفين عليه أكثر؟ إعادة التدوير، أنا طبعا بحكم أني مدربة إتيكيت فأنا حابة أني أجمع بين الاثنين في محيط واحد اللي هو احترام الأرض. يعني الأرض حسينا أنها يعني مع الصناعات والتطور والأشياء هذه قاعدين نقتلها. يعني فعلا نقتلها باشياء يعني ابسطها الاشياء اللي احنا النفايات اللي احنا نطلعها يوميا من البيت. يعني لو دائما انا اقول غمضوا عيونكم وشوفوا، بس انت تخيل بس انت كم الكميه اللي انت تطلعينها وجارتك وجارتك وجارتك. صحيح. وبعدين وين توصل؟ وين تروح؟ فين تروح؟ هذه هي. في ناس طبعا يعني بتتحط في المحيطات للاسف الشديد، وهذا الشيء اللي احنا فعلا والحرق او الدفن، وهذا لأخطر اثنين مسببات الدفن تحديدا للغازات اللي تسبب كوارث الأرض. طب إيش ممكن يعملون؟ اللي هو التدوير. أول شيء في استراتيجيات لازمها تكون نتعلمها ونثقف بها المجتمع، اللي هي ثلاث استراتيجيات اللي هي أو الثلاث التاءات يسمونها، اللي هي التقليل، التكرار، التدوير. تقليل، تكرار، تدوير. إيه؟ أنا إذا قللت استهلاكي، يعني أول يمكن يعني من زمان يمكن صغار أو قبل على عهد جدي وجدتي وهذه ما كان استهلاكهم للأشياء البلاستيكية، ما كان في شيء اسمه شيء بلاستيك. كانوا يخافون منه. إي ما كان في موجود، يعني حتى أذكر كنا يوم كنا صغار كنا نأخذ الطبق هذا حق الفول ونوديه للفوال. صحيح. لا إلى الآن في ناس محتفظين بهذه العادة. لكن الآن لا، في عبيلك في بلاستيك. ناس محتفظة بهذا الطبق. حتى مثلا لو بغيروها حطوها معدن نفس الشيء، يعني نفس الطريقة، يعني نفس الفكرة، أنا راح أتخلص منها لكن ما راح أكررها مرة ثانية. اللي ضايق في الموضوع إنه في للأسف الكثير مو كلهم، في بعض ربات البيوت يقول لك خلاص نستخدم البلاستيك. صحيح. ملاعق بلاستيك عشان لا نتعب نفسنا ونغسل، وصارت عندهم عادة، وخاصة في اجتماعاتنا العائلية. بالضبط. في اجتماعاتنا العائلية لما نجتمع كمثلا اجتماع سنوي أو شهري أو أسبوعي تلقين كل الأواني بلاستيك، تلقين كرامة الزبائن كبيرة بس لا حطيها ملاعق، صحون، شوك، كلها بلاستيك. أوكي. طيب بعدين هذه الأشياء وين راح تروح؟ تطلع من البيت بتروح للمحرقة للدفن. هو للأسف يعني إنه إحنا في مجتمعنا عندنا ثقافة الاستهلاك هي السائدة، ليش ثقافة إعادة التدوير ما هي موجودة عندنا؟ صحيح. لما نشوفها في يعني عندك مثلا إعادة التدوير، إحنا عندنا مشكلتين اللي هي النفايات قصيرة الأجل والنفايات بعيدة الأجل أو طويلة الأجل، اللي هي الاستخدام اليومي اللي هي في قصير الاستخدام اللي هي زي ما قلت البلاستيك، الورق، الأطعمة، الطعام طبعا، طعام، بقايا الطعام، هذه يعني تراها مشكلة خطيرة. يعني حتى لما تنتفن تطلع غاز اللي هو غاز الميثان اللي هو مسبب لأشياء كثيرة من الأمراض في اليوم. تشمم. والله أنا هذا الموضوع دائما يعني مضايقني، ولما الواحد من جد يقرأ عنه يعرف إنه قد إيش إحنا بنآذي بيئتنا بطريقة مخيفة. مين يصدق إنه البطاريات اللي أطفال استخدموها في ألعابهم في أي شيء في حياتنا إنها تحتاج مليون سنة عشان تتحلل؟ صحيح. مليون سنة مستوعبين هذه البطارية الصغيرة وقد إيش تخرب البيئة وتأثر فيها وتأثر على الحيوان والنبات الأشياء. هو إعادة التدوير، هو إعادة التدوير أو إيجاد ثقافات اللي إحنا نحرص عليها، زي مثلا يعني أنا متأكدة أن كثير من الناس ما يعرف أن في مصانع تأخذ منك الأشياء هذه. مظبوط. يعني مثلا إعادة تدوير البلاستيك، إعادة تدوير القزاز، إعادة تدوير للإلكترونيات اللي هي بقايا الكمبيوترات والأشياء هذه. إحنا أستاذة نسيم نعرف أنه في بعض الأماكن تحط لك يكرمون السامعين أنه نفايات للبلاستيك ونفايات للأشياء العادية. طب وين أوديها؟ أنا الآن أنت قلتي في مصانع في زي ما ذكرتي ريم بحث الهواء، قلتي حتى الميك اب ممكن أنه ياخذوا منك، في ماركات عالمية، في ماركات تاخذها منك وبرضو تكافئك أنه أنت رجعتي لهم أشياءهم. يعني كده بنستفيد، بس أنا ما أعرف، أنا الآن كمشاهد ماني عارفة الأشياء هذه، أبغاك توضحينها لي
وفعليا اروح خلاص انا الان حطيت صحيح. يعني البلاستيك باشياء وابغى اروح اوديها مكان. عندنا احنا زي ما قلت لكم أنا ما عندنا وعي، وبالاضافه الى ما عندنا ان احنا اطلعها من المصدر وهو البيت وين اوديها. أوكي. يعني مثلا اذكر مثلا في مؤسسه حكوميه سوت لها صناديق هذه على اساس انها نوع من التطوير والتثقيف. صحيح. في الليل تجي السياره تجمع هذول الثلاثه للصناديق وترميها مع بعض. يا سلام، يعني ما استفدنا شيء. لا بس هو الان يعني البلديات في المملكه العربيه السعوديه متجهه الى هذا. صحيح. الموضوع لاعاده انتشار واسع، بس ان شاء الله راح يطبق هذا النظام. يعني احنا محتاجينه اكثر من اي شيء ثاني. يعني بقايا الطعام لحالها، الادوات الكهربائيه لحالها، القزاز لحاله، الجبال طبقته ريم. الجبال من زمان، الجبال ما شاء الله رائده. وبعض المناطق في بالمنطقه الشرقيه وفي جده ان شاء الله باذن الله باذن الله. شوفي احنا ماشيين بالترتيب على إن شاء الله. على كل انا اتمنى والله، يعني حتى اقول لك يعني مشكله الطعام لما يكون في حتى لما يعني حتى اقتصادنا ترى مهتز بسبه يعني اكلف شيء نستورده الورق. صحيح. واكثر شيء نستخسره ونذبه في الزباله اللي هو الورق. الورق صح. يعني وكمان يمكن نسيم التخلص من النفايات بشكل عام زي ما ذكرتها في بدايه الحوار ترى مكلف. ترى في بلدان ما هي قادره تتخلص من النفايات حقتها، في ناس بتصدر نفايات. انت يعني متخيلين هذه النقطه كمان شيء مره كبير. ولكن لما نجي نبغى يعني كنا قبل شوي بنعرض صور على الشاشه انه في اعاده تدوير لاشياء ممكن الناس تتخلص منها بس كمان ممكن تستخدمها. لو تكلمينا عن الاشياء اللي انا اقدر استخدمها في البيت كاعاده تدوير زي ايش؟ يعني مثلا نجي لاعاده التدوير، اول شيء زي ما قلت التقليل، دائما فكر في التقليل قبل اعاده التدوير. صحيح. ثانيا مثلا في اعاده التدوير في الاطعمه، ممكن تحضرك قبل الهواء انك ممكن تستخدمين الاطعمه في اشياء ثانيه، ممكن مثلا لو اخذنا مثلا الدجاج مثلا بدل ما نرميها ممكن نسويها سندوتشات، ممكن نسويها سلطه، ممكن نسوي هذه الاشياء. سويها شاورما. ايوه شاورما، هذه اشياء في الاكل قللنا منها، اذا هذه اعاده تدوير بسيط. والله حطي مايونيز وكاتشب ومدري ايش وحطيها وكليها مره طيبه. اي والله صح. والله يعني انا ما اكل في هذه نقطه الاكل تحديدا، ما احب فعلا يعني ممكن لو شوفي لو ناخذ نتكلم عن اعاده تدوير بالنسبه للاكل انا اخذ مجال كبير. لكن ننتقل مثلا للاشياء اللي ممكن اعاده تدويرها مثلا زي الورق، ممكن نستخدم اعاده الورق لمصانع الورق تعيدها من جديد، هو اسهل من انها طب وين اوديها؟ يعني انا الحين عندي ورق وعندي كتب مره كثير، تصدقون انه عندي كرتونه مليانه كتب؟ في اذا كتب تنباع في مكاتب. لا لا مش كتب، مش كتب انه يعني تقدر كتب ايام المدرسه. وما اعرف ايش واوراق يعني اشياء مره كثير. يمكن في مصانع الرياض موجوده، وين اوديها؟ ممكن تتصلي عليهم يجون ياخذونها برسم الخدمه. طب لحظه رندا، انت بتقولي في كتب من ايام المدرسه، انت عارفه انه هذه لها قيمه مره كبيره وفي ناس يدوروا عليها ويشتروها كمان منك؟ والله والله كثير. والله يا جماعه عندي كتب وخذوها مجانا. هذه في ناس ممكن يستخدموها انه اشار من التراث، من الاشياء القديمه. في ناس كثير اي تراث لحظه بالله لحظه بنترك استاذ نسيم، استاذ نسيم عن اذنك شوي، تراث ايش؟ شايفتني جايه من المتحف؟ لا يعني لا اقصد انه زمن الطيبين، اشياء ماما حسيت انه انا كنت مومياء طيب وجايبه الكتب معاي. لا هي قصدها انه ايام الدراسه دوبها قريبه. ترى على فكره انا لسه عندي كتب بس ما ابغى ابيعها، انا محتفظه فيها. لا أنا الكتب حقتي وكتب خواتي بس مره ذكريات حلوه. كيف مشخمطين عليها؟ يعني انا اعتذر مشخمطين بس لازم تحتفظ بيها. حرام انا اقول حرام انه الاشياء هذه تنكب. علشان كذا عندي كرتونه ورق كبيره مليانه اشياء ورق. بس المصانع الان يعني انت الان ذكرتي معلومه ونقطه جدا مهمه انه انت لو كلمتي المصنع ممكن يجون يجونك. يعني عادي ابحث في جوجل عن اي مصنع يهتم بالورق المستخدم موجود. يعني زي كذا ابحث والبلاستيك هذا بالنسبه للورق. حتى الالكترونيات موجود. صحيح. موجود في مصنع يجيك. انا مثلا انا وجاراتي اتفقنا ان واحده بس تخلي في البيت صندوق عندها اي نفايه الكترونيه تحطها بالصندوق هذا، بعد ما يكتمل الصندوق نتصل عليهم يجون ياخذونها. مزبوط. ومن ضمنها البطاريات، بطاريات مدمره. اي شيء الكتروني ممكن تحطينه بهذا الصندوق. يعني احنا دائما سماعات الجوال، دائما شواحن الجوال، دائما اللابتوبات، دائما هذه الاشياء احنا وين نوديها؟ هذا السؤال. تضيع من نلقاها. لا ولا بعد لقيناها حطيناها بالكرتونه بس ما نلقاها، ما ادري وين تروح. خاصه السماعات. فعشان كذا انا فكرت انا منضمه الى جمعيه افاق الخضره البيئيه كعضو، فكرنا فيها ان احنا نسوي فريق اسمه عهد الارض.
هذا يهتم بس بإعادة التدوير وتثقيف المجتمع وتوعيته وتدريبه على إعادة التدوير. الله. فإن شاء الله منطلقين في الفريق هذا، وإن شاء الله راح نسوي دورات وتثقيف للمجتمعات. يعني نتمنى نحن نبدأ من المدارس، يعني كان نشأ دائما أنا أقول هو اللي نبدأ فيه. خلاص اللي كبار وكبار، ولكن احنا من الصغر لما تعلمين الانسان من الصغر شيء يتعود عليه ويتطور معه. انا عندي اعاده تدوير لشيء. استاذ سعد المخرج لو تسمح لي بس هقرب شويه. تدوير الاهل هقول لك نسيم، شوفي انا ايش اسوي. انا احب الاشياء اللي في البيت، الامور كلها اللي اقدر انا استخدمها في المنزل. مثلا هذه مجله قديمه وانا ما احتاجها، ممكن اسوي فيها شكل معين. تتذكروا هذا الشكل؟ أيوة أتوقع أتذكر. تذكرين رندا؟ أوكي. أي اللي تلففينا. أوكي. نجلس نلفلف المجلة؟ لا يعني مثلا نحرك، أنا أسويها على السريع كذا بس. أوكي. إنك تسوي من المجلة ديكور. هوري نسيب أنا عندي إعادة تدوير. تجربة تعبير مع إعادة التدوير. يلا نشوف معها. طيب مثلا زي كذا المساحة معينة يعني. تبخيها بلون. تبخيها بلون. اوكي. ممكن مثلا اذا عندك صمغ مسدس مثلا ترصقيها في مكان في الجدر انت حابه زي كذا. ما تصدقي مش باينه لكن مع الالوان تطلع مره حلوه مع البخ. مع البخ، واذا كان في مثلا تلميع اشياء زي كذا. تلميع طبعا هذه من الاشياء اللي هذه فكره والله حلوه. ما قلت تدوير مجال واسع، لكن حتى في الاشياء الفنيه ممكن تدخل عليها، يعني مثلا ندخل عليها اشياء فنيه مثلا زي الديكوباج. ممكن طاوله قديمه مثلا وحابه ما ابغى اتخلص منها، ممكن اسوي عليها شويه ديكوباج خلاص طلعت واحده. وحتى في الاعمال المدرسيه للطلاب، يعني انا يعني مع بنتي كنت دائما اخترع انه نبغى نسوي صاروخ. قالت لي ماما لازم نسوي صاروخ. قارورة مويه منا محتاجينها، مناديل نلفها عليها نصبغها نرشها، يعني كلها من اشياء البيت. كراتين الصناديق هذه القديمه نقطعها نسويها اشكال. يعني ابدا ما اشتري انه شيء جديد انه عشان اسوي صاروخ، لا نستخدم اشياء البيت. وفي كمان نقطه ثانيه مهمه خصوصا لنا احنا المذيعات، يمكن البعض يشوفها صعبه، احنا كمان اعاده تدوير الملابس بالفعل. يعني احنا اكثر ناس يمكن نستهلك، انه عشان كل يوم بنطلع على الشاشه بنستهلك لبس كثير، وهذا الصراحه يعني حرام، انه في كثير استهلاك، في كثير مضره اننا نشتري كل يوم ملابس. من تعالي شوف التكديس اكسسوارات بالضبط. احنا هذه الاشياء ممكن نعيدها بشكل ثاني، بستايل ثاني، نضيف عليها اضافات، نغير من شكلها. فعلا هذه مهمة، هذه فعلا التخلص من هذه الأشياء مشكلة. كانت تقول يلا خلاص بعطيها خلاص لبست واحدة لبسة وما أقدر ألبسه ثاني، هذه مشكلة في ثقافتنا احنا. يعني صحيح ممكن تعيدين تدويرها بالنسبة لك. خليهم يداوموا يوميا يا نسيم فيلبسون يعيدون تدوير. فعلا يا تدويرها لك أنت بالذات، أو ممكن تعطينها أحد ثاني ممكن يستفيد منها. هذا ترى نوع من أنواع التدوير. يعني نسيم في امور كثيره نقدر نستفيد منها في اعاده التدوير، ولكن قبل لا اختم معك احتاج اسالك هذا السؤال. قد ايه ممكن ياثر علينا عدم الوعي باعاده التدوير؟ هلاك كبيئه، هلاك هلاكنا، هلاك الارض. صحيح صح. يعني فعلا كم الكميات اللي احنا نلقيها في الارض من النفايات البلاستيكيه اللي ما تتحلل الا بعد ملايين السنين. المويه شلون نهدرها؟ الأشياء ثانية يعني كثير كثير. يعني فكرتي فس ليها بس. طب مو المفروض هذه مسؤولية المصانع؟ يعني لما يجيبون لك أشياء بلاستيكية، أشياء بلاستيكية صديقة للبيئة تذوب. فعلا هذه هذه مسؤولية المصانع. لكن المصنع ممكن، في مصنع وفي منتج. مزبوط. المنتج يبغى يكسب. صح. والمصنع يبغى يحافظ. صح. وهذا هو مشجع التجار زي ما بيقول. ايه واحنا في النص، احنا لازم التوعيه. مزبوط. التوعيه والتثقيف لازم. يعني نسيم الطواهر انا فعلا اشكر وجودك معنا، وشكرا لك على هذه النصائح. يعطيك الف عافيه. يا هلا وسهلا. هلا وسهلا. مشاهدينا نطلع فاصل بس مكملين معكم. تشاهدون بعد الفاصل الترند الأسبوعي وآخر أخبار السوشيال ميديا.